السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم فيديو مختلف بسطيله ديال الدجاج، ولكن بطريقه جديده وحشوه جديده لذيذه بزاف، كتجي مختلفه على الحشوات اللي احنا متعودين عليها. كيف ما كتشوفوا معايا، هذه لقطات من الحشو. ان شاء الله كل شيء غادي تعرفوه بالتفاصيل في الفيديو، وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وانا غادي نتمنى لكم فرجه ممتعه، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير فهي كتبقى على حسب عدد الافراد. انا الكميه اللي عندي هنا على عدد افراد 4 ديال الاشخاص. عندي الدجاج، انا استخدمت الصدر والفخذ، ممكن تستخدموا غير الصدر بوحدو. عندي البصله مشلطه، عندي جوج معالق ديال الصويا صوص، معلقه ونص العسل، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الفلفله حاره سودانيه، معلقه صغيره ديال السكنجبير او الزنجبيل، ومعلقه صغيره ديال الملح. ما نكثروش الملح حيت نستخدمين الصويا صوص. بالنسبه لطريقه التحضير فحنايا غادي نشعلوا البوطه. سخنا المقلاة او الجميلة او الطنجرة اللي غنستخدمو فيها كل شيء. رمينا الدجاج ديالنا، زدنا عليه زيت الهود، ونخليوه يتقلى. ملي كيبدا يتقلى لينا ديك زيت الهود، كيف ما كتشوفوا معايا، فانا قلبتو على الجهة الاخرى باش يتقلى مزيان. دابا غادي نبدا نزيد التوابل اللي ذكرت معكم في المقادير. البصلة كيف ما كتشوفوا معايا باش يتشحر معاها. غادي نضيف التوابل اللي هي كيف قلنا الابزار وفلفله حاره اللي هي السودانيه، وسكنجبير اللي هو الزنجبيل، ومعلقه صغيره ديال الملح. ما نكثروش من الملح كيف ما قلت، على حساب الصويا صوص. الا كانت عندكم الصويا صوص او صوص صوجة كيف ما كيقولوا بالعربيه، الا كانت عندكم ملح بزاف فحيدوا الملح، ما غاديش نخوي الكميه كلها، غادي نخويه شويه يتشحر معهم هما والتوابل كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نضيف الماء مغلي سخون. فاش غادي يطيب هاد الدجاج ديالنا، الماء ضروري خصو يكون مغلي، ما تعملوش الماء يكون بارد، لا ضروري يكون مغلي. صافي، ونخليوه حتى كيطيب الدجاج ديالنا. ملي كيطيب الدجاج ديالنا غادي نحيدوه على جنب. عفوا، قبل ما نحيدو غادي نضيفو الباقي ديال الصويا صوص اللي هي صوص الصوجة، ومعلقة ونص كبار ديال العسل. كنخليهم يتشحروا فيهم مزيان، كياخدو ديك النسمة ديالهم. من بعد غادي نحيدو الدجاج، وغادي نخليو البصلة تقلى. غادي نزودو ليها الكمية ديال البصلة اللي غادي تعطينا التغميرة كيف ما كنقولو. صدقوني هاد الحشوه هذه او هاد الطريقه هذه ديال البسطيله طريقه جديده ومبتكره، وكتجي بنينه. شوفوا معايا، هنا كنخليها فوق البوطه حتى كتوقف، ما كتبقاش فيها الماء كيف ما كنوضح لكم في الفيديو. طبعا صافي، غنخلي كل شيء على جنب يبرد، الحشوه ديالنا تبرد. هنا زدت القزبر والمعدنوس، هذا كيبقى اختياري، اللي بغى يضيفو ضيفو، اللي ما بغاش يضيفو ممكن يستغني عليه. نخلي الدغميره ديالي تبرد والدجاج ديالي طبعا يبرد، وغادي نبدا نعمر الورقه ديال البسطيله. طبعا كنشدو الجهه اللي كتكون حرجه هي اللي كنديرو لداخل. انا عندي الورقه كنخدم بها كبيره، وغادي نبدا نعمر. كنحط ورقه من التحت وورقه فوقها، يعني في النص تقريبا، اكثر من النص ديالها كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وكنحط الدجاج قطعته فرتته قطع صغيره باش يجينا سهل في الاكل. كنحطه هو الاول، من بعد غادي نضيف عليه الدغميره ديالنا من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. الفيديو كيوضح كل شيء. صافي، دابا غادي نبدا نطوي الورقه ديالي على شكل فحال شكل المسمن كيف ما كتشوفوها نتوما. حنا غادي نديروها بشكل مغاير، شكل جديد هانتوما، على شكل مستطيل.
انا كندهن بالزيت، ممكن ان اللي خاف تفتح له او لا شي حاجه ممكن يدهن بالماء مع الطحين او بياض البيض. انا الحمد لله ما كتفتح لي ما حتى شي حاجه. صافي عمرت الاولى، انا غادي نوريكم الثانيه. كيف ما قلت لكم انا عندي الكميه اللي مستخدمه ديال 4 الاشخاص. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، كنحط الجهه اللي كتكون حرشه لداخل الورقه الاولى، وكنزيد على الورقه الثانيه كنحطها فوق منها، كنفوت شويه الوسط ديال الورقه اللي لتحت وكنحط الورقه الثانيه، ومن بعد كنحط الدجاج، ومن بعد كنزيد الدغميره ديالنا ديال البصله. صافي، وغادي نطويها حتى هي بحال شكل المسمن باش تعطينا واحد الشكل مستطيل، وغادي ندهنهم بشويه ديال الزيت، ممكن تدهنوا بالزبده الا بغيتوا، وغادي ندخلهم الفران مسخن على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه، يتحمروا من التحت ونحمروهم من الفوق، وغادي نخرجوهم ان شاء الله باش نقدموهم. ما تخافوش دوك الجنيبات ملي كطيب ما كيبقى حتى شي حاجه كتبان، كلشي كيلصق مع بعضه. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران، فانا غادي نزوقهم سكا كلاصي مع القرفه، ممكن تزوقهم بالعسل مع اللوز على حسب الاختيار. انا هنا غادي نزوقهم بجوج ديال الطرق مختلفه كيف ما غتشوفوا معايا، كلشي واضح في الفيديو. انا غنعمل خطوط هكا بشكل مائل بالقرفه على البسطيله ديالنا، والاحسن انكم تسناو على البسطيله حتى تحسوا بها انها بدات ما بقاتش سخونه بزاف من الفوق باش السكر كلاصي ما يدوبش. صافي، هنا عملت خطوط بشكل مائل. بالنسبه للبسطيله الثانيه فانا غادي نعمل فيها على شكل مثلثات بالقرفه كيف ما كتشوفوا، كتعطينا واحد المنظر زوين، او نصف مثلث بحال شكل الهرم. نتمنى ان الطرق اللي وريتكم ديال التزيين تعجبكم ان شاء الله، واللي عنده شي طريقه مختلفه ممكن يزين كيف ما بغى، هذه كتبقى على حسب الرغبه، هذا غير اجتهاد منا وصافي. الاهم هو ان الحشوه كتكون بنينه 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 ومختلفه جدا، كتجي مقرمشة ولذيذة ما غتشبعوش منها ان شاء الله في رمضان. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما ذوقناها. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوه وتردوا لينا، واللي عنده اي استفسارات او اي اسئله يخليها لنا في الكومنتير ان شاء الله وغادي نجاوبوه. انا مبقى لي غير نودعكم ونقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.